احنا عايزين نروح لليفربول والماتش اللي عمله امبارح واصابه محمد صلاح في الدقيقه 33 وخروجه والحاله الانسانيه اللي بينه وبين يورجن كلوب، ويمكن مش بس صلاح، هو دي الطريقه اللي بيتعامل بيها مع كل اللعيبه. وبعد كده الفيديو انتشر على السوشيال ميديا مع كابتن مؤمن زكريا ووجوده مع فريق ليفربول للاحتفال وكان شايل الكاس. شفت ازاي الماتش امبارح؟ بص، هو مشهد الاصابه يعني انا يعني اول ما شفت الاصابه تذكرت 2018 موقع كيف على طول، انه نفس الاصابه نفس القعده بتاع أعتقد محمد بسيطة صلاح وبتاع، وحتى يعني نفس النظره اللي بيبص لها محمد صلاح وهو خارج على روديجر مدافع تشيلسي اللي خلاص انتقل لريال مدريد، والواقعه اللي فاتت كانت مع راموس لاعب ريال مدريد لاعب باريس الحالي. فبالتالي انه بيجي في دماغك انه حتى انه محمد صلاح مركز جدا السنه دي في نهائي دوري الابطال. تصريحاته كتيره جدا، مش كمان مش متعودين على محمد صلاح انه بيتكلم كتير، لا واضح انه من ساعه ما تاهل ليفربول رسميا الى المباراه النهائيه محمد صلاح بيتكلم كل يوم عن ماتش النهائي، انه فعلا الماتش هو مركز في الماتش عايز يكسب ريال مدريد عشان يسقر من 2018. فبالتالي لما تشوف كل ده في الوقت تقول خلاص، يعني حتى كل الكلام اللي بيتقال انه محمد مش هيلعب نهائي دوري الابطال مش هيبقى جاهز، ده تخوفات كثيره. ولكن بعد المباراه طبعا يورجن كلوب بطمن جمهور محمد صلاح انه الاصابه بسيطه مش هتمنعه عن المباراه النهائيه، وانه تقارير بتقول انه عنده التهابات في الفخذ محتاج لبعض الراحه، وانه يورجن كلوب رفض ان هو يجازف بيه، كمان محمد كان عايز يكمل المباراه ولكن يورجن كلوب رفض ان هو يجازف بيه وفضل انه وده ذكاء الحقيقه طبعا. طبعا بص، يورجن كلوب واضح انه عامل تركيبه والحاله اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها اللي هي الحاله الانسانيه اللي عايشها مع اللعيبه، انه بيهزر مع اللعيبه وبيتكلم في كل شيء، حتى انه ساديو ماني ضيع ضربه جزاء امبارح اول واحد بيحتفل بيورجن كلوب وبيدافع عنه في المؤتمر الصحفي بيقول ان مش هو السبب، انا السبب في ضياع ضربه الجزاء. وده يا مهدي خلينا نتفق ان ده عامل اساسي في ان ليفربول فريق كبير ومتفوق وبيحصد بطولات نتيجه تعامل يورجن كلوب بالظبط. واللحظه بتاعت مؤمن زكريا تبين لك انه ازاي لعيبه ليفربول دي اللي هي من كل الجنسيات بتحتفل بمؤمن زكريا، اعتقد انه يعني الغالبيه العظمى انهم ما يعرفوش مؤمن زكريا، ولكن صحيح. هو حاله تخص نجم الفريق محمد صلاح. فبالتالي شفنا الاحتفال الجميل والتابلو الجميل ده وهي دي لحد دلوقتي كل ما تشوف الفيديو هتتفرج تفضل تتفرج عليه. صحيح صحيح.